بما ان احنا في اطار الحديث عن موضوع المعارضه، انا بس قوس سريع جدا وابي تعليقك. هل تعتقد ان هل تؤمن ان فايق الشيخ علي تحديدا ظلم من قبل الساسه العراقيين بعدم ذكر اسمك كمعارض بارز كان لك دور في مرحلة ما قبل سقوط صدام حسين؟ يخافون يذكرون اسم فائق الشيخ علي. أنا ليش سألتك السؤال؟ ليش؟ لأن من خلال البحث والإعداد لهذه الحلقات، أحمد الجلبي في لقاءاته العديدة اللي أجراها وتحدث عن مرحلة ما قبل سقوط صدام حسين والعديد من المحطات اللي كان في ذلك الوقت، لم ذكر كثير من الأسماء، لم يذكر اسم فائق الشيخ علي. كتاب قطار المعارضة العراقية عزيز قادر صرمانشي لم يذكر اسم فائق الشيخ علي. كتاب موسوعة السياسة العراقية لحسن الزبيدي أكثر من 800 صفحة تقريبا لم يذكر اسم فائق الشيخ علي، معنا في تقريبا أكثر من 1500 اسم تقريبا ذكرهم الزبيدي في مذكرات اياد علاوي في حق الالغام ما ذكر اسم فايق الشيخ علي، حتى بول بريمر في كتابه مذكرات الامير كان في تعمد. وليش؟ وهذه تعتبر ابرز الاسماء السياسيه المعروفه التي وثقت لمرحله ما قبل سقوط صدام حسين. إذن وين اسم فايق الشيخ علي؟ إذن أعطيني مجال أجاوب. أبي أعطيك مجال وأبيك تكون صريح كعادة. صريح طبعا. أولا لأن ما أشتغل الدولة، هاي أول نقطة. لو أشتغل حالي من حالهم عد أي دولة من الدول، مو مهم منه، يعني أكو قسم من عندهم الدولة العربية، قسم من عندهم دولة أوروبية، قسم من عندهم الولايات المتحدة الأمريكية، قسم الدولة إسلامية. بس انت كلهم قاعد تحطهم هذول اللي انا ذكرت اساميهم كلهم يشتغلون عندهم علاقات بدول العالم كلهم، واحد واحد ياهو اللي هذا. واكو اسماء يجوز ما اعرفها، انا ما ادري ذكرت لي انت الزبيدي، هذا الرجل انا ما اعرفه شنو ومنو. موسوعة السياسة العراقية حسن الزبيدي. لا بس انا احكي عن الاسماء اللامعة والكبيرة والكذا، كل واحد من عندهم اذا مو بدولة، اذا العفو تعبير الأدق، إذا مو بخمس ست دول أربع دول دولتين ثلاثة فبدولة واحدة على الأقل. أنا ما عندي ارتباط، ماكو دال علي، ما يقدر يتحكم بي واحد. أنت تعرف اسمي حتى أحضر المؤتمر إيش قد خضع الجدال والنقاش؟ لو ما تعرف أنا أبو المعارضة العراقية اللي حامل اللواء أحارب صدام حسين، ما يقبلون أحضر المؤتمر وما تدخلت قلت أريد. لا بعدين هم اجتمعوا بيناتهم قالوا معقولة يعني فائق الشيخ علي ما يحضر هم القيادات زين. فأولا هاي النقطة الأولى، وهذا شرف كبير، أموت ورأسي مرفوع. أنا راح حتى بالقبر همات راح أوصي الدفان أنه شلون يرفع رأسي، مو يشطني هيكشي وما أدري شلون، لا 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 لازم رأسي مرفوع. طيب، لأن ما اشتغلت على الدولة ولا أعطتني راتب دولة ومخصصات وأموال بالملايين، عشت على نفسي وعلى إمكانيتي وعلى قدرتي. طيب هذا واحد. اثنين، ما عندي حزب. لو شنت بحزب من الأحزاب، مو هذا السؤال، أنا وعزيز قادر أصدقاء صمانشي، ومن يألف الكتاب أنا أطلع يعني على كل تأليفاته وكتاباته، وأكو أنا ويا تعاون الرجل يعني. مهم يحكي عن السياسيين اللي عندهم أحزاب، ما عندي حزبان. وهذا قطار المعارضة العراقية كله يتحدث عن الأحزاب، فلان حزب، هذا عضوبي، هذا قيادي، هذا مسؤول. بس احنا قاعد نتكلم عن الشخصيات الفاعلة في المعارضة. لا، مو المعيار الفاعلة أستاذ عمار، المعيار أنه الحزبية وليس الفاعلة. هاي صار اثنين. ثلاثة، إلي شرف كبير أنه ما يذكروني، بس هم طبعا من يجتمعون ويا البريطانيين ويا الأمريكان ويا هذا، وأجي أنا أمر واحد من عندهم أحمد الشلبي ما ذكر اسمك ولا ما يذكر ولا راح يذكر. مات الله يرحمه. لا ما عندي مشكله انا وياه يعني هذا. لا هو السؤال ليش؟ قال لي الفد مسؤول امريكي، قال له والله لو تعرف هذا شو مسوي بالاعلام العربي بصدام حسين، كان هسه عفت الاول والتالي من ذول السياسيين، وقلت هو هذا الاراهن عليه، يحكي وياه بالانجليزي ذاك امريكي.
أنا متعدي. شرف إلي إنه ما يذكروني لأن ما أتلوث بهيك اسم. بس أنا تركت في زمن صدام حسين 500 مقابلة تلفزيونية. شوف أخ عمار اسمح لي لأن تعطيتني الوقت أنا أعبر. 500 مقابلة تلفزيونية وإذاعية وصحفية حاربت بيها اسم صدام. وما أتحدث عن ذولا اللي ذكرت لي الأسماء، لا، أتحدث عن المعارضة العراقية. كانوا يرتعدون ويرتعبون من اسم صدام حسين، يرعبون هم وفي بيوتهم. هم يتحدثون عن النظام الحاكم في بغداد، عن السلطة بالعراق، عن حكومة البعث، عن بالمفهوم الإيراني عن العفالقة الحاكمين في العراق. لكن كشخص صدام يخافون من عنده. أنا من شخصت هذا المرض رحت قبل الصدام، يعني ما عندي مشكلة ويا عزة الدوري، طه الجزراوي، طارق عزيز، محمد سعيد صعب، خلي يعشون للصبح، شريد من عندهم. أنا اللي مدمر العراق صدام حسين، فمشكلتي ويا صدام. هذا راح يخلدني التاريخ بأنه العراقي الشجاع البطل اللي وقف بوجه صدام بالاسم، وفاوضني صدام، فاوضني عن طريق المخابرات العراقية أنه يا بندز لك صك أبيض، ما مط... لأن أنت صك أبيض شنو؟ أنت تكتب الرقم، تقعد بقصور، تشتري روز رايز، ما أدري شنو، أنت حر، بس مقابل شيء واحد، لأن أنت ما نقدر نفرض عليك شروطنا، ولا تشتغل عندنا عميل نصب عليه. بس من تطلع بالتلفزيون لو بالمقابلات لا تذكر اسم السيد الرئيس الله يحفظه، لا يجيب طاريه. هاي أكثر من هذا، من انتقد الحكومة الدولة؟ هذا اللي فاوضني، قلت له شال من انتقد عزوز أبو الثلج، عزة الدوري، أنا مشكلتي ويا صدام، ما عندي مشكلة ويا واحد ثاني. فهذا الجواب على التاريخ راح يخلدني. وأوعدك على جزئية التاريخ اللي راح يخلدك أستاذ فايق، ما احنا ذكرنا العديد من المصادر لشخصيات بارزة أي خلدوا اسماء كثيرة. لا ما تخلدوا بهالطريقة، ما خلدوا اسم فايق الشيخ. لا هذول مو هم اللي خلدوني، اللي يخلدني بعد 30 سنة باحث الدكتوراه، من يسوي رسالة الدكتوراه حرب المعارضة العراقية ويا صدام، من اللي كان يقوم بها؟ هذا اللي يخلدني، واللي يبحث بالماجستير. هذول الجيل اللي هسا صار لي سنين جاي أربي بالعراق وأطلعه، هذا من خلال كاميرتك الآن. أنا أنت تدري هسا هاش سوينا لو ما تدري بالعراق الآن من خلال هاي الكاميرا، تدري شو أنا أجيال وشنا. طبعا صار لي سنين أنا أحكي، بس مو مثل هاي الأسرار اللي أنت الآن طلعتها من داخلي، وعدي غيرها، بس المهم لحد الآن هي هاي. تدري هاي شو تسوي بشعب أكمله، شلون تحركه، وبالشباب شلون تخليهم يفكرون وش زين. أكو عندي جواب أخير وأسكت. صار لي أنا من سقط صدام لحد الآن من 2003، وإحنا الآن على أبواب نهاية 2020، من الصبح لليل أحكي على اللي يحكمون العراق ذول الحاليين، لأن خلصنا من صدام، راح دار حقه، الله يحاسبه. زين هذول اللي يحكمون صار 17 سنة ما خليت لهم سك، ما كلهم على الأطلاق، امسحت بيهم الأرض ولا طلع واحد يقدر يرد عليه. تحديتهم، قلت ما أدري ما بيكم أنتوا واحد شجاع، أنتوا الطبقة السياسية الأولى، رؤساء وزارات، ما بيكم واحد بطل شجاع يرفع رأس العراق يقعد قبالي؟ خلي يقعد قبالي، يقول لي أنت غلط، كذب، أنت مو مناضل، أريد قبالي. يعني هل من مبارز يبارزوني؟ ماكو ولا واحد، خافون ما، ولذا ما يردون عليه. بس ايش راح تقول لي أنت؟ أكو كتابات مثلا فلان علان فستقان، ما أدري من هذول، هاي رد عليه واحد طفل ما أعرفه، ولا مو طفل بالعمر، لا على هامش السياسة، لو واحد عميل صدام حسين مكلفته المخابرات بأنه يسقط فائق الشيخ علي بزمن صدام وما بعد صدام، مستمر بالتسقيط. مو هذا، لا خلي يطلعون القادة اللي حكموا العراق واللي اتقاسموا السلطة ويا أمريكا أو ويا إيران لاحقا، خلي يطلع يواجهني. وهسه من خلال الصندوق الأسود ابن أبوه العراقي من ذولة بهالوصف اللي يقعد من القادة الطبقة الأولى السياسيين يقعد قبالي يرد علي حرف.